ارحب بالكابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي والمحاضر الدولي والافريقي. كابتن ناصر، مساء الفل على حضرتك. تحياتي لك يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي قناه نادي الاهلي في كل مكان. اولا انت وحشني، بقالنا كتير ما اتكلمناش في الحالات التحكيميه، ولكن الفتره اللي جايه استعد لان عندنا كلام كتير هيتقال في مسابقه السوبر ليج. والله يا محمد هقول لك على حاجه مهمه جدا جدا، يعني للاسف، وانا بقول لك للاسف اتفضل. للاسف، انا امبارح بشوف المباراه انا كنت حزين جدا على مستوى هذا الحكم وعلى الاداء الفني بتاعه بامانه بامانه، لان دي محمد مش اول مره هذا الحكم يكرر اخطائه مع النادي الاهلي. يعني انا هذا الحكم دائما دائما يخطئ امام النادي الاهلي. لو هرجع بس مع حضرتك بس عشان ما يبقاش الكلام كلام مورد، اتفضل. في مباراه دور المجموعات للنادي الاهلي مع الهلال السوداني هناك، المباراه كانت هناك، هذا الحكم لم يوفر بيئه امنه صالحه للاعب الاهلي هناك، ومدى الظلم اللي تعرضوا ليه اللعيبه هناك في مباراه الاهلي الاهلي والهلال السوداني والهلال دي واحد. في مباراه اللي هي اياب نصف نهائي الترجي لو حضرتك تفتكر، اللي هي المباراه اللي احنا فزنا فيها 1-0 والمباراه اللي احنا كسبنا فيها 3-0 على ملعبنا، ركله الجزاء اللي بيرسي توفيق دي 25 لا يختلف عليها حد، مظبوط، لا يختلف عليها حد، يعني بص حضرتك واضحه وضوح الشمس، ولم يحتسب ركله الجزاء لبيرسي توفيق في مباراه الاهلي والترجي. نيجي امبارح بقى هقول لك على مفاجاه، الحكم ده يتوقف مرتين يا محمد، مرتين مرتين ليه؟ لا يتوقف مرتين، هقول لك، انا بحللك فني مش كلام انا بقوله عشان النادي الاهلي، النادي الاهلي لا يطلب الا العداله التحكيميه، ولو قعدنا نتكلم فيه بقى اشياء تانيه اخرى غير التحكيم غير الناحيه الفنيه هنتكلم في كلام كتير. كلام كبير كمان. كلام كبير. اولا الحاله اللي حدثت امبارح ركله جزاء كهرباء. انت هذا الحكم يبعد عن اللعبه بالظبط 4 متر محمد، ما عندوش اي مبرر لعدم احتساب المخالفه ليه. الصوره قدامنا اهي واضحه جدا بالظبط جدا جدا جدا، المسافه بينه وبين الحدث 4 يارد او 5 يارد تقريبا، ما فيش لاعب حاجب عليه الرؤيه اطلاقا، يعني انت ما عندكش اي مبرر في عدم احتساب المخالفه. مظبوط، دي نقطه. انا هنا اوقفك، يعني انا لو انا مسؤول هوقفك في اللعبه دي. طيب نروح للحكم الجزائري اللي كان على تقنيه الفار اللي هو لحلو بن برهام وكان دانيال لاريا، الاثنين خلاص هنقول انت ما شفتش، هنقول انك انت ما كنتش مركز. طب لما تروح هناك وتشوف الركل، ده الركل واضح جدا، اسهل ركله جزاء يا محمد، اسهل ركله مش محتاجه الفار. هو لما شاف يجيبك الراجل، هو شاف نفسه في الكادر يا كابتن ناصر فخاف. يا كابتن محمد، يا كابتن محمد، مفيش تعنت في اعطاء الفريق حقه، ما تتعنتش انك انت يعني تدي الفريق حقه في حق ركله جزاء واضحه وسهله جدا جدا. لو حضرتك شفت هنا لما جاب له الفار جاب له احلى لقطه، يعني جاب له احلى لقطه اللي هي ايه؟ لحظه ارتكاب المغالطه الركل. هنا اللاعب لم ينجح في لعب الكره، اللاعب المدافع اللي هو تقريبا كان رقم 4 لم ينجح في لعب الكره، وهنا حصل ركل بالرجل اليسرى لرجل محمود كهربا. ركل جزاء انا اول لما راح للفار قلت خلاص هيرجع يحسب، انا اتفاجئت لما رجع قال العب. لا لا يا جماعه، ده يتوقف مرتين، يعني مره لان هو لم يحسب الا هذه الحاله. كانت محمد تخيل ان هي لو مفيش فار دي نمره واحد، وهذه مباراه صعبه جدا جدا نتيجتها تحدد يعني فريق يصعد لدور قبل النهائي وبطوله وماتش الافتتاح كمان، ده ماتش الافتتاح قدام رئيس الفيفا وكولينا وبعدين الغريب بقى، وانا هقول لك يتوقف ليه تاني، ده يتوقف 3 مرات بقى. معلش انت عامل كورس تقريبا من فتره قريبه قوي الاسبوع اللي فات عشان البطوله ديت، وقد ايه قالوا لكم، يعني قالوا لكم فهموكم لما الفار هيجيبك اكيد هيبقى في تعاون وفي تفاهم بينك وبين حكم الفار. لا ده انت عملت كل حاجه غلط، هذا الحكم ارتكب كل الاخطاء في هذه المباراه. يا كابتن ناصر بقى، ده هو قبل ما تروح بس للجزئيه الثانيه، ده هو خرج من معسكر كوت ديفوار وراح على تنزانيا، يعني كان ليهم معسكر في كوت ديفوار من 10 ل 16 اكتوبر، خلصوا المعسكر وطلع على تنزانيا، يعني فتره اسبوع او 5 ايام. ده غريب يا محمد، ما هو ده الغريب اللي يعني ده اللي انا بستغرب له، انت واخد كورس ريفريش اكيد اتعرض عليك حالات تحكيميه، اكيد كان عندكم محاضره اللي هي الكوبريشن بتوين بينك وبين الفار، يعني المفترض انك انت يبقى في تفاهم بينك وبين الفار، الفار جاب لك حاله تحكيميه سهله وجاب لك لقطه جميله جدا واضحه، ترجع ما تحسبش، لا تتحاسب بقى، انت المفروض تتحاسب، انت لم تنفذ تعليمات لجنه الحكام، انت خد بالك كنت قريب، حاجات كتيره جدا جدا. ولكن في حاجه غريبه جدا يا محمد، اتفضل، يعني اللي انا مستغرب له انت ليه ما حسبتش ركله الجزاء؟ ده اللي انا مش عارف افسره،
انت مش مره مرتين، ده انت ثالث مره يحصل انك انت تكرر اخطائك مع النادي الاهلي. للاسف يعني هذا الحكم يجب ان يعاقب، لان مش هينفع. هذا بنتكلم محمد في حاجه مهمه، ان هذه المباراه احنا بنتكلم على صعود فريق، لا اخطاؤه اثرت امبارح، لان احنا النهارده بنتكلم في ركله جزاء. لو كان حسبها وجات منها هدف كان اكيد النادي الاهلي هيفرق، اكيد بدل ما النتيجه 2-2 كان ممكن النتيجه يرجع كسبان. لا ده كان في كمان ضربه جزاء ثانيه في الشوط الثاني اللي تم فيها عرقله بيرستاو. لو ترجع للقطه دي يا كابتن ناصر هتلاقي المساعد الثاني اللي هو التوجولي دخل. حضرتك طبعا عارف الجزئيه دي وتفهم اكتر مني. لما المساعد بيدخل لجوه الملعب عايز يقول الحكم دي اشاره ان هي ايه؟ ضربه جزاء. المساعد دخل ورجع، انا شفتها، المساعد دخل ورجع. في حاجه نقطه مهمه محمد هقول لك عليها، انا يمكن المباراه لعبتها وشاهدتها وقيمتها. انت عارف احنا الحمد لله زي ما قلت لك احنا بنقيم اداء الحكم. في الدقيقه 5 في لمسه يد دي لم تعاد، يعني هذه الحاله برضك ما شفناهاش، يمكن اتلعبت مره واحده اللعبه لصالح النادي الاهلي. الاخراج كان سيء، ما فيش اعاده. العاب الاهلي والله مش مجامله، العاب الاهلي لم تعاد. لعب بس تاو ما تعادتش. لعبه لمسه اليد مخالفه اللي كانت في الدقيقه الاولى او في الدقيقه 3 من المباراه هو ما حسبهاش. لا يعني غير بقى النقطه مهمه جدا جدا، هو الشخصيه الضعيفه دي يا محمد. انت متخيل امبارح المباراه، انا من وجهه نظري المباراه كانت سهله جدا جدا على الحكم. يعني بقول روح اللاعبين، ملعب كويس، الجمهور، كل العوامل النجاح موجوده عشان تنجح. للاسف الشديد كميه الاعتراضات من لاعبي سيمبا كانت قويه جدا عليه، وهو لم يقابل الاعتراض باي شكل من الاشكال حتى ولو بالتحذير. حكم ضعيف الشخصيه، فنيا ضعيف جدا جدا. يعني انا بقول من فضلكم لا مجاملات لتعيينات الحكام، والكلام ده هنقعد فيه يا محمد قصه كبيره عشان نتكلم فيه، ده عايز حلقات تانية بالظبط كده. المجاملات هي تفسد التحكيم يا كابتن محمد في اي مجال تحكيم. اكيد. لما سالت امبارح طب ايه الفكره في طاقم زي ده، قال لك اصل الطاقم ده المساعد والاثنين مساعدين بحكم الساحه رايحين كاس عالم في اندونيسيا الشهر اللي جاي، فكان لازم يلعبوا مع بعض. فمش عارف بعد ما لعبوا مع بعض وشفنا المشهد اللي شفناه امبارح، هل الفيفا ياخد قرار باستبعادهم؟ مش عارف بصراحه. الوضع بقى في التحكيم الافريقي صعب جدا يا كابتن ناصر. والله يا كابتن محمد انا بقول لك اهو، هذه الحاله يعني الحكم اتعاقب عليها يمكن مرتين او ثلاث مرات زي ما قلت لك. ركله جزاء ما ينفعش بكل المقاييس، ركله جزاء واضحه وضوح الشمس. طب انت كحكم لما يكون رئيس لجنه حكام الفيفا قاعد بيتفرج عليك وانت رايح كاس عالم كمان اسبوعين، يعني انت من جواك كحكم يعني هل الخوف، هل التردد، هل خايف يحسب ضربه جزاء لان هو كان قدام اللعبه وشايفها فقال لك كده هيتخصم مني، يعني هيتحسب عليا لان الفار رجعني ولغيت او حسبت ضربه جزاء؟ يعني الحكم ممكن يفكر في ايه في لقطه زي دي يا كابتن ناصر؟ شوف يا كابتن محمد انت اثرت نقطه جميله جدا زي ما قلت حضرتك، انت يعني ميزتك انك انت قريب مننا قوي قوي وقريب من التحكيم ومن لجنه الحكام والحكام. عارف البعض قال يمكن هو كان مخضوض من الناس اللي كانت موجوده في المباراه، سواء كان رئيس لجنه الحكام اللي موجود او رئيس الاتحاد الدولي او بالعكس. يعني انا النهارده لو حكم يا كابتن وعندي شخصيه كويسه، انا بالعكس ابقى انا مبسوط جدا وسعيد، لان هذه المباراه يجب ان انا اعبر عن نفسي فيها. ليه؟ لان هذه المباراه فرصه ليا كحكم راجل عنده 32 سنه تثبت نفسك قدام الناس دي كلها وتؤدي باداء كويس واداء جيد. يعني كانت عندك فرصه كبيره جدا اكيد في ظل هذه المباراه الكبيره الافتتاحيه وبديها لك افتتاحيه انك تثبت عن نفسك او تعبر عن نفسك، ولكن للاسف زي ما قلت لحضرتك ده عنده مشكلتين يا كابتن محمد. الناحيه الفنيه ضعيف جدا، ضعيف جدا جدا، وده دليل على ان في مجاملات طبعا. الناحيه الثانيه الشخصيه التحكيميه ومش موجوده عنده للاسف. ده ما يشيلش مباريات كبيره يا كابتن محمد، صدقني هذه المباراه كانت مباراه من المباريات السهله تحكيميا. النادي الاهلي كان مسهل الدنيا كلها، والسؤال هنا مش كل مره النادي الاهلي هيحل لكم مشاكلكم كحكام. يعني انا النهارده النادي الاهلي تعادل امبارح 2-2 وكان في ركله جزاء لم تحتسب، بس امتى الكلام ده او لحد امتى؟ مش هينفع الكلام ده. نتمنى ان التحكيم تاني، وكل مره بنقول تعيينات الحكام ما فيش مجامله لتعيينات الحكام، لان الانديه اختلف معاك القادم اسوء يا كابتن ناصر، معلش انا اختلف معاك. الناس تقول لي ليه شايف المشهد ضبابي واسود قوي بالشكل ده، لا القادم اسوء لان كل التعيينات فيها مجاملات. هل تتخيل يا كابتن ناصر، مش هقول اسمه، بس كان في مساعد دولي من الكونغو الديمقراطيه لسه مبطل السنه دي، لسه مبطل، وكانت اخطائه التحكيميه مع احد الاطقم يعني كارثيه. هل تتخيل اتعين حاليا في لجنه الحكام في الكاف؟ تخيل.
محمد اقول لك مشكله لجنه الحكام، يعني في حاجه مهمه جدا، مش من المعقول النهارده انا اغير في لجنه الحكام كل سنه او كل سنتين، ودي كارثه خلي بال حضرتك، لان هذه التعيينات بيبقى فيها ايضا شيء من المجامله. من فضلكم من ساعه ما اتعمل النظام ده يا كابتن محمد وانت ادرى بيه وعارف كويس قوي قوي، لان الناس اللي بتيجي ما فيش حد يمكن بيكمل سنه او سنتين وبيمشي. الناس اللي بتيجي كمان بيتم اختيارها بمعايير يعني لا يتوافق مع لجنه حكام عاوزه تطور تحكيم في القاره، لكن للاسف زي ما قلت لحضرتك هناك مجاملات كبيره جدا للاسف، وهنشوف حاجات كتيره، ولكن اللي حصل امبارح انا بقول لك اهو، لا انا ما شفتوش في حياتي ان حكم ركله جزاء واضحه والفار يجيبه وهو ما يحسبش، بالعكس انا بقول لحضرتك ده يتحاسب او يتوقف مرتين هنشوف، لان هو راح للفار نتيجة خطأ منه، ولما راح للفار للأسف ما رجعش بالقرار الصحيح ورجع بالقرار الغلط. وأنا كنت واثق إنه حتى لو راح للفار مش هيحسب نفس القرار، مش هيحسب ضربة جزاء لحاجات كتيرة نبقى نتكلم فيها مرة تانية يا كابتن ناصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا، مداخلة مهمة جدا. كابتن ناصر لما نتكلم تحكيم لازم يكون معانا الكابتن ناصر عباس، لأن عنده تفاصيل في الحالات التحكيمية مهمة جدا، وبيتكلم في تفاصيل ممكن تعدي علينا.